احنا هنعمل النهارده يعني مش مغامره لكن محاوله شعبيه شويه بشان موضوع القطار الكهربائي السريع. بقول لك ان القطر ده الناس ما بتسمع كلمه القطر الكهربائي السريع ما بتتخض. يعني ايه الكهرباء ويعني ايه السريع وبيروح فين وبيجي منين؟ احنا هنا في محطه عدلي منصور، مستشار عدلي منصور المركزيه. يعني ايه المركزيه؟ برضو المحطه دي فيها اسمها محطه تبادليه، فيها اكتر من فيها قطر القاهره السويس، فيها المترو الانفاق، فيها محطه او القطار الكهربائي السريع. في فكره جميله قوي في محطه المستشار عدلي منصور. 3 يوليو 2022 تم افتتاح هذه المحطة العملاقة، محطة تبادلية العملاقة، دي محطة المستشار عدلي منصور. هنركب من هنا هننزل محطة الفنون والثقافة وهناخد باص مجهزينه لينا، هنركب الباص وهنروح العاصمة الإدارية ناخد أو نشوف من هناك أو نطلع حضراتكم على تجربة التاكس الكهربائي أو تاكس العاصمة الكهربائي. حضرتك هتقول ايه الكلام الجامد اللي انت بتقوله ده؟ ما هو احنا عايزين نبسط لحضراتكم الموضوع. محطة عدلي منصور دي عملاقة من يوم ما افتتحت لحد النهاردة، يعني بقول لحضراتكم يوليو اللي جاي بقالها سنتين. عندنا قطار السويس اللي هو القاهرة السويس اللي كان قبل كده عين شمس، من عين شمس للسويس. عندنا المحطة التبادلية بتاعت عندنا مترو الأنفاق، عندنا القطار الكهربائي السريع، عندنا في الباص هنا بتاع مش كده سوبر جيت. تعالوا نشوف او 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 نطلع على هذه المحطه. هنبدا بالاول برئيس الشركه الفرنسيه اللي بتنفذ المشروع، هنتكلم معاه كام سؤال كده، وراجل بيتكلم فرنساوي فاحنا يعني على قدنا، هنحاول بقدر الامكان تبقى الاسئله بالعربي وهنترجمها لحضراتكم على الشاشة بالعربي. الشركة الفرنسية المنفذة للقطار السريع، رئيسها التنفيذي أو رئيسها أو الرئيس المباشر ليها هنا أو اللي بيقوم أو المشرف على تنفيذ العمليات هنا، الحقيقة هنلتقي بيه مجموعة من الأسئلة كده استرشادية، نشوف رأيه إيه في العمالة المصرية، رأيه إيه في اللي بيتم دلوقتي، المرحلة هتروح على فين، إحنا دلوقتي في المرحلة الكام، السيستم اللي شغالين بيه ازاي. وبعدين بعد كده هنستقل القطار السريع ونوصل لمحطة الفنون والثقافة، وبعد كده إلى العاصمة الإدارية. تعالوا بس نسترشد مع حضراتكم كده طبيعة هذه الأمور من هذه المحطة العملاقة، محطة المستشار عدلي منصور. طيب احنا كنا بنقول لحضراتكم ازاي محطة عدلي منصور التبادلية اللي افتتحت في يوليو 3 يوليو 2022، يعني تقريبا يوليو اللي جاي زي ما بنقول لحضراتكم كده هيبقى لها سنتين. عندي بقالنا فترة كده من وقت ما كان سيادة الرئيس موجود بنسمع عن قطر كهربائي خفيف اسمه LRT. طبعا السيد وزير النقل الحقيقة في كذا برنامج شرح مبسط شرح لحضراتكم ازاي المشروع ده هيتنفذ، ازاي المشروع ده هيبقى مهم بالنسبه للمتجه الى العاصمه الاداريه وخصوصا من محطه عدلي منصور اللي هي المحطه الرئيسيه او المحطه التبادليه. قلنا نيجي نشوف المساله ايه على ارض الواقع، يعني خلينا كده ببساطتنا المعهوده مع حضراتكم. مستر كليمو ده الرئيس التنفيذي للعمليات للقطار الكهربائي السريع LRT، وعشان اكون منصف مع حضراتكم يعني وما تفلسفش فيه ماهيه الشركه والشركه بتعمل ايه ولا اخره، قلنا نجيب معانا الاستاذ مصطفى عشان يوضح لنا مع مستر كليمو الامور ماشيه ازاي. اولا يعني I am very pleased to see you or to meet you، وانا بشكرك ان انت موجود معانا.
عايز اعرف منه اهميه بتاعه القطر السريع. المواطن نفسه يعني بيسمع قطار الكهرباء السريع، ايه الاهميه بتاعه؟ Mr. Karmuti would like to understand the importance of capital train, what it adds to the passenger on a daily basis. في البداية أهلا بكم بالقطار الكهربائي الخفيف LRT. فقطار العاصمة LRT يقوم بنقل وتوصيل الركاب من القاهرة العاصمة الحالية للعاصمة الإدارية الجديدة في أقل من 50 دقيقة. 50 minutes, yes. And to New Cairo? To the new capital, yes. New capital. To the new capital. يعني بتكلم عن العاصمة الإدارية؟ تتأخذ 50 minutes يعني من هنا من عدلي منصور 50 دقيقة للعاصمة الإدارية الجديدة. مظبوط. And you have during the peak hour in the morning and in the afternoon. بالإضافة لتوفر قطار كل 8 دقائق خلال أوقات الذروة صباحا وبعد الظهر، وبالرغم من أن افتتاح المشروع كان منذ أقل من سنتين، فنحن نرى نجاحه يزداد يوما بعد يوم. As long as the new capital is developing. الوقت اللي تم فيه الاتفاق مع الهيئة القومية للأنفاق والعمل على قدم وساق، هل الأمور ماشية بالتوقيت المضبوط المطلوب؟ هل هو راضي عن هذا الأداء؟ Okay. Do you agree that the timeline that NAT and the Ministry of Transportation added for this project to be operational, is it a good time? Do you think that they managed to meet the deadlines of it? That was a challenging timeline. كان جدولا زمنيا مليئا بالتحديات بالطبع لجميع الأطراف بما في ذلك نحن، ولكن أعتقد أن كل الأطراف تقوم بأفضل ما لديها، وأخيرا تم الافتتاح في موعده، وحاليا يتم العمل على وتيرة سريعة من جميع الأطراف لافتتاح المراحل الجديدة قريبا. يعني عايز اقوله بالنسبه للعب، يعني how diligent are Egyptian workers, how diligent I mean they Egyptian workers are the best. العمال المصريون هم الافضل في العمل تحت الضغط في اللحظات الاخيره، خاصه مع وجود جدول زمني واضح. It will be the best way to have people working. الاداء بصفه عامه هو The يعني overall شايف performance. أي مشكلة؟ Do you agree that the overall performance is good? Do you find any issues? So I guess yes, we should be a bit positive. كنت أتحدث عن العمال المصريين بصفة عامة، ولكن بالنسبة لمنظفين بالشركة كانت بالنسبة لي حاجة جديدة جدا، وكنت قد قدمت من أوروبا لكي أراهم كل يوم في الصباح بابتسامة وهم يقومون بمهام عملهم. وفي بعض الأحيان تكون ظروف العمل ليست سهلة لأنك تتعامل مع ركاب لديهم مشاكل، ولكني أحب أن أهنئ فريقي وأقول أنهم دائما يتعاملون مع هذه الأمور بالطريقة الصحيحة وبابتسامة على وجوههم، وأنهم سعداء للذهاب لعملهم كل يوم. سؤال بره المنهج، يعني هو الإيجيبشن كيتشن يا كشري فلافل يا I have very simple tastes, so I'm a breakfast man. So just full in tamia every morning, and it's okay. أبو كلم عربي كويس ولا نص؟ No, شوية. يعني السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا جزيلا. شكرا ومرة. لو قلت بس اسم حضرتك إيه؟ أنا كيمون. Yeah. بصوا الراجل ده يعني. بشكر مصطفى جدا. شكرا. بس خفه الدم عند الراجل ده كبيره، يعني احنا قبل الهواء الحقيقه كنا او قبل التسجيل احنا بنحاول بقدر الامكان نقرب المسافات، وهو بيتكلم طبعا شركه فرنسيه، فاحنا بنحاول انه اتخضيت لما قال فرنساوي، يعني انجليزي او الواحد ممكن يدوس شويه، انما فرنساوي ده بتبقى صعبه شويه، بعاد عن الـ عن الـ عن التعليم بتاعه، لكن روحه حلوه جدا. راجل انا بتخيل يعني ان هو تقريبا حاجه و40 مش كده؟ سنك كام؟ بيسال هاو اولد ار يو؟ 37. ها؟ 37. يعني ما طلعش حاجه و40 كده.
بس انا عايز اكل فلافل بقى وبتنجان وبتاع. You would like you to eat كشري and بتنجان. Every Tuesday. Every Tuesday. Run line. بياكل كل ثلاث كشري. كل ثلاث. كل ثلاث لازم ياكل كشري. حسب الوقت لسه اليوم بدري. شكرا. شكرا. It was a pleasure. شوفك دايما على خير بإذن الله. شكرا جزيلا. And you are home. شكرا جزيلا. Thank you. احنا يعني برضو عشان التجربة تكون ثرية احنا قطعنا تذكرتين انا والراجل الطيب ده. مين بقى الراجل الطيب ده؟ ده المهندس هيثم الكلاني المسؤول عن تنفيذ، يا فندم مش كده؟ المسؤول عن تنفيذ او المشرف على تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف اللي هو MRT، صح كده؟ صحيح. هذا الرجل الطيب قال ايه بقى؟ لا ما احنا نقطع تذكرتين ونمشي زي المواطن العادي ونقول لحضراتكم الامور ماشيه ازاي، التجربه كده زي ما بيقولوا بعبالها يعني. المهندس هيثم هو ممثل الهيئه العامه لمترو الانفاق او الهيئه القوميه لمترو الانفاق، وبالتالي كلامه في هذا الموضوع هو كلام محل تقدير واحترام ولازم ناخده في اعتبارات كتيره جدا. اولا انا برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك. ومبسوط من فكرة انه انتوا عايزين توصلوا للناس المعلومة بهدوء ويكون في على الواقع كده. احنا حضرتك طلبت ان احنا نقطع تذكرتين ونكون في, في, في مثل هذه الظروف افضل، فاحنا دلوقتي قطعنا التذكرتين داخلين هنا كده يا فندم، صح؟ تفتح لوحديها تفتح لوحديها ودخلنا ماشي. طبعا حضراتكم شايفين قطر لسه داخل المحطة و هيبدأ دلوقتي في التحرك. احنا عندنا كم محطة باشمهندس؟ احنا المشروع كله 12 محطة ابتداء من محطة عدلي منصور حتى الفنون والثقافة وفي محطات من بدر لغاية العاشر من رمضان. طول المسار كله 90 كيلو بالمسارين دلوقتي المرحلة الأولى والثانية بالإضافة للمرحلة الثالثة اللي احنا شغالين فيها إن شاء الله اللي هتفتتح قريبا بإذن الله تعالى. احنا طبعا بدايه المشروع من هنا من محطه عدلي منصور. محطه عدلي منصور دي محطه تبادليه بحيث المواطن يقدر ينزل في محطه عدلي منصور. يقدر يستخدم. هو المواطن بيسال اللي هو ليه عدلي منصور بالذات؟ عشان هي محطه تبادليه، محطه فيها كل وسائل المواصلات سواء السوبر جيت سواء ال ار تي سواء المترو خط ثالث. معلش نقولهم كده، المحطه دي مهمه سبب ان فيها المترو، مترو الانفاق، مترو الانفاق خط الثالث. ايوه. وفيها ال ار تي بدايه من عدلي منصور للعاصمه الاداريه. تمام. وفيها محطه السوبر جيت. تمام. وفيها محطه قطار القاهره السويس. تمام. وفيها محطه اللي هي الترددي. كل ده خمس حاجات. هو دي كل ده في المحطه. في محطه عدلي منصور دي تعتبر يعني من وجهه نظر حضرتك دي اكبر محطه لمترو الانفاق عموما ولا؟ ما هي دي تعتبر اكبر محطه. احنا لما كنا الشهداء او محطه مبارك سابقا او السادات كنا دايما بنقول محطه تبادليه. لا هنا دي تبادليه والعتبه دلوقتي. دي تبادليه وعندنا في بدر برضو محطه تبادليه بحيث ان المواطن يقدر ينزل ياخد القطار من بدر للعاشر من رمضان او اللي راكب من العاشر من رمضان ياخد القطار لغايه بدر ويتجه سواء لعدلي منصور او للفنون والثقافه العاصمه الاداريه. احنا هناخد احنا عندنا كم محطه كم محطه؟ هو كل مشروع 12 محطه. كل مشروع 12 محطه. احنا فيزنا كام دلوقتي؟ احنا عاملين 12. عاملين 12 محطة. فيز 1 وفيز 2 12 وفي اربعه بعد كده في المرحله الثالثه. المرحله. طب ايه اللي انت عايز تقوله للمواطن عن المشروع ككل؟ لا هو بص يعني هو المشروع انا اسيب برضو حضرتك كده ايه الرسائل اللي انت عايز تقولها. هو المشروع فيه ميزه ان هو بيربط المجتمعات العمرانيه ببعضيها زي أيوة مثلا ونبقى نركز بس في الحتتين دول عشان نبقى فاهمين اللي احنا جايين له. اتفضل يا باشمهندس. الميزه ان هنا احنا بنربط المجتمعات العمرانيه ببعضيها زي المجتمعات العمرانيه ببعضيها المدن الجديده. أيوة. زي مدينه العبور. أيوة. ومدينه الشروق
ومدينة بدر ومدينة الروبيكي وحدائق العاصمة كل دي مناطق بالقطار الكهربائي الخفيف بيمر عليها القطار الكهربائي الخفيف. تمام تمام. ميزة القطار الكهربائي هنا ان هو سريع وآمن وبيوصلك بسرعة. تاني حاجة في ميزة ان اي راكب يقدر يركن عربيته في اي محطة من محطات القطار الكهربائي اللي احنا عاملين مواقف سيارات تبقى تخدم الركاب، يركن عربيته ويقدر يركب القطار الكهربائي يتجه لاي مكان. بالاضافة الى احنا عاملين اتوبيسات اللي هي الخدمة بتاعت ال ار تي بتاخد برضو المواطنين من محطات ال ار تي لاقرب مكان يقدروا يركبوا منه المواصلات، يعني الميادين او الحاجات المواصلات اللي ايه تنقلهم من ال ار تي لغايه المدن الجديده اللي هم ساكنين سواء الشروق او بدر او العبور او حدائق العاصمه. بس هي النقطه ان احنا هنا بنعمل مجهود ومجهود بنحاول نرضي بيه المواطنين باذن الله، وبنقول للناس تحافظ على المشروع ده لانه مشروعنا وهو بتاعنا. تمام. قبل ما يبقى اي حد احنا لازم نحافظ عليه عشان نقدر يستمر معانا ويقدر ننظر دايما بيه قدام اي حد بالمنظر اللي بإذن هو بإذن يستحق. ماشي يا فندم. بس حضرتك يا باشمهندس. اي خدمه. اتفضل. شكرا. احنا ركبنا دلوقتي القطر من محطة عدل منصور ورايحين الفنون والثقافة، والمفروض ان احنا بناخد تقريبا من 45 ل 50 دقيقة زي ما رئيس الشركة قال لنا في هذا الموضوع. انا دلوقتي يعني مهم قوي ان احنا راكبين عربية، المفروض ان احنا ده فريق العمل جزء من الشركة ومعنا مواطنين كثر يعني، فقلنا بس نلتقي باثنين من المواطنين واحنا ماشيين كده نشوف الدنيا ماشية ازاي، وعلى الاقل تشوفوا برضو الخلفية الدنيا هنا توفرت بنسبة كبيرة جدا فيها يعني حركة كده ومواطنين وعربيات، وممكن بعد شوية نلاقي مساكن، فالدنيا يعني هتبقى افضل شوية. استاذ محمد حمدي وانا بتعرف عليه بقول له ده اكتر اسم في الصحافة عندنا محمد حمدي، في زملاء كتير اسمهم محمد حمدي. اولا برحب بحضرتك. اهلا وسهلا بك. صباح الفل. صباح النور. حضرتك رايح فين بقى من اليوميات بتاعتك؟ احنا رايحين المشوار المعتاد اللي هو كل يوم حي الوزارات. حي الوزارات رايح العاصمه الاداريه. العاصمه. العاصمه الاداريه. قبل ما يبقى في قطر كهربائي خفيف يوصلك العاصمه الاداريه كنت بتروح العاصمه الاداريه ازاي؟ كان في باصات مجمعه يعني شركات باصات وكده كنا بنركبها من اماكن معينه يعني نوصل بيها للعاصمه. كانت اسهل ولا دلوقتي اسهل؟ هي مشكلتها بس ان ساعات بتستنى زميل بتاع فهنا القطر يعني مسته ان هو مواعيده ثابته تقدر تظبط ميعادك عليه يعني تقدر تظبط مواعيدك عليه. طيب اسالك سؤال مباشر كده. تمام. حضرتك بتقطع تذكره كامله؟ لا اشتراك شهري. اشتراك شهري. كامل اشتراك الشهري 600 جنيه. 600 جنيه اشتراك شهري. اه معقول ولا مضايقه؟ اه لا مناسب هو ارخص كمان من العربيات يعني. انت بتروح وتيجي؟ كل يوم يوميا. حضرتك شغال ايه هناك في العاصمه الاداريه؟ في وزاره الشباب والرياضه. وزاره الشباب موظف يعني تبع الحكومه تبع الدوله تبع احنا الحكومه. اهلا بيك. الدنيا ماشيه معاك كويس؟ تمام. بص كلنا يعني عندنا مشاكل وكلنا عندنا بعض الحاجات كده بنزق فيها وبتاع، لكن في الاول والاخر احنا ما بيكون في حاجه زي دي فاحنا مهمتنا نقول لكم او نقول للمواطن اللي بيشوفنا دلوقتي انه في حاجه كويسه معموله. تمام. بس هي دي الفكره يعني. هي بس يعني القطر فيه يعني مشكلتين بالنسبه للقطر. قول لي. ايوه كده. يعني موضوع الميعاد. يعني احنا طبعا متفاهمين ان الجدول الاقتصادي ان هو تشغيله دلوقتي حاليا على الوضع ده يعني لازم يمشي بالسرعه دي، بس يعني السرعه بتاعته بطيئه. بطيئه ماشي. جدا يعني. ماشي حلو. تاني حاجه الكراسي مش مريحه. سيد رئيس الشركه معانا اهو هنوصل له المساله دي. تمام يعني كان المفروض قول. انا بنبلغه دلوقتي. تمام. يعني هو بالنسبه حلوة فعلا حلوة هي جت بترتيب من عند ربنا. انه الراجل بيقول مشكله القطر او المشكله في القطر والراجل رئيس الشركه معانا، ودي الميزه اللي احنا هناخد برضو الاستاذ محرم كده. ازيك يا استاذ محرم؟ الحمد لله. حضرتك ايه؟ كله تمام. كله خير. بقالك قد ايه بتركب القطر؟ يعني سنتين برضو من اول ما اتعمل ولا سنة تقريبا سنتين يعني. مريحك القطر كويس جدا؟ افضل من المواصلات الخارجيه طبعا.
حضرتك بتروح العاصمه الاداريه؟ مظبوط. حي الوزراء. طب قبل ما كنت كان في قطر وكنت بتروح العاصمه الاداريه ازاي؟ كان بالبساطه، ولا ما كانش حي الوزارات لسه اتعمل بالصوره المطلوبه يعني؟ لا كان موجود، بس لما اثناء ما كانش موجود القطر الكهربائي، القطر الكهربائي. كان في مواصلات خارجيه، كان موجود الميكروباصات المجمعه، بس طبعا مع تواجد القطار الكهربائي اريح بكتير واوفر في المصاريف يعني. حتى برضه اشتراك شهري؟ لا انا بدفع تذكره كل يوم. كل يوم تدفع كام كل يوم؟ ب 20 جنيه ارخص. 20 جنيه. ارخص كتير من هنا للعاصمه الاداريه، من هنا لمدينه الفنون والثقافه ب 20 جنيه. يعني تقريبا كم محطه؟ انا بسال المواطنين، ده مهم. كم محطه؟ 9 على ما اعتقد. 8 8 8 محطات ب 20 جنيه. ب 20 جنيه حضرتك بتروح ب 20 وبتيجي ب 20. مظبوط. ل 40 جنيه. 40 يعني ضربنا 40 في 30 ب 1200 جنيه. هو في 22 بقى. راجل دقيق عم محرر، دقيق. قال لك لا انا باجي 22 يوم بس، يبقى 40 يبقى 800 جنيه وكاس، صح كده؟ مظبوط. طب ما تجيب الباقي بقى. احنا اتشرفنا بيكم. ربنا يبارك فيك. ولو تقدر يعني ليك مشكله، ليك ملحوظه حضرتك عايز تقولها، الشركه موجوده. لا والله هو لحد دلوقتي بالنسبه لي ما فيش اي ملحوظه يعني. ده شاكرين يا فندم. شاكرين يا محرر. شكرا جزيلا. احنا هنشوف بعض المواطنين بقى، نخش جوه بقى ونشوف بعض المواطنين، ننقل اللي اتقال كله ننقله للشركة ونشوف رد الشركة على هذا الأمر. وأنا إحنا سيبنا، خليها كده بالبلدي، سيبنا الباكية الأولانية بتاعت العربيه اللي احنا راكبين فيها ودخلنا بقى على الباكيه الثانيه. في انت بتيجي تقول لي مثلا حد من المواطنين قول رايك في الموضوع، فبيقول لك انا الحمد لله، وهو الحمد لله دي انا عارف انه ممكن برضه عايز يقول كلامه كده، لكن شبه تصور على انه الاصلاح ما يبداش الا ما تحط ايدك على المشكله. فخليني برضه اروح لاخت من الاخوات الراكبات في المشروع، الاستاذه رضا، صح كده يا فندم؟ رضا ايه يا فندم؟ رضا عبد العزيز. رضا عبد العزيز، الله، ده اسم سينمائي خالص. رضا عبد العزيز، ازي حضرتك؟ الحمد لله. تركبي برضو من عدلي منصور؟ بركب من عدلي منصور وبنزل طبعا العاصمه، شغاله في وزاره السياحه. في وزاره السياحه. السياحه. ايه اللي لفت نظرك سلبيا بعد موضوع ال سلبيا؟ الشباك التذاكر بيبقى زحمه جدا. كويس. بيعطلونا يعني، ممكن القطر بيبقى واقف قبل ما بندفع التذكره يعني كده. عندي شباك التذاكر بالظبط، وعندي الوقت السرعه والسرعه الوقت. بالزبط. تمام. يعني المفروض بيبقى الشبابيك كلها شغاله. كويس. يعني شباك التذاكر والسرعه بالظبط. طيب ايه الايجابيات بقى اللي انت شايفاها؟ هو الايجابيات طبعا بالنسبه للحر، هو يعني مكيف. يعني نوعا ما. طب ممكن اقول لك اهم ميزه هي الامان. اكيد طبعا، اكيد برضه. الناس دي وانت قاعده في وسطهم كده، اخوات بقى وحبايب ايوه حبايب يعني، موصوفين كلهم، تحس ان انت قاعده كده وسط اخواتك بتاع. لا ما ناس محترمه يعني، كله محترم بصراحه، ولا تسمعي واحد بيتخانق ولا لفظ كده. لا ولا لا لا. مهندس احمد عبد الستار، مهندس تصميمات مشروع القطار الكهربائي الخفيف في الهيئه القوميه للانفاق. الراجل اهو. اهلا وسهلا بحضرتك. القطار الكهربائي الخفيف هيئه مترو الانفاق، صح كده؟ الهيئه القوميه للانفاق. يعني حكومه. نجاوب بقى على اسئله. طيب خليني اجاوب على اخر سؤالي الاول. ليه القطر حاسين ان هو بطيء شويه او حاجه؟ احنا القطر ده سرعته التصميميه اللي احنا مصممين عليها كل المنشات المدنيه فيه 120 كيلومتر في الساعة. تمام. والقطر شغال، لو جبنا صورة للقطر وهو شغال بأقصى سرعة ليه هتلاقيه واصلة 118-119. فاحنا واصلين لأقصى سرعة تشغيلية ممكن يبقى مسموح بيه. طب في كان في شاشة كان فيها السرعة، هنجيبها حالا. مهندس هيثم الصورة. واصلين 58 كيلو. 51 55 هتلاقي السرعة دلوقتي بتطلع معانا. شايفين؟ احنا بدأنا من 50 47 50 دلوقتي 75 هنشوف هتوصل لحد كام. طيب دي بالنسبه للمسافه.
يعني الاجابه ايه؟ الاجابه نتيجه ان احنا المسافات ما بين المحطات 8 كيلو توصل من 5 ل 8 كيلو والقطر بيمشي بسرعه بتاعته بيهدي قبل المحطه وبيهدي بعد المحطه ويقف يستنى لحد ما الركاب تنزل عشان تبدا تطلع وتنزل برضه بالراعه للي فيه ذوي الاعاقه لازم نحترمهم وبنخدمهم فبناخد وقت شويه على ما القطر يرجع ياخد سرعته تاني ويجري. منطقي. عايز اقول لحضرتك برضو حاجه الفرق يعني انت لو ما فيش 8 دقائق او 10 دقائق ما بين محطه ومحطه لا 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 على طول خلي حضرتك اوضح الفرق ما بين كده 81 كيلو الفرق ما بين القطر ده وما بين المترو ليه الناس حاسه احيانا ان المترو اسرع شويه من هنا المترو سرعته التشغيليه او التصميميه الاول 80 كيلو بيشتغل على 50 60 لكن المسافه ما بين المحطات كبرها كيلو كيلو ونص كبرها كيلو. يعني محطه في اول الشارع مثلا محطه في اخر الشارع زي محطه الدقي والبحوث مفيش غير كيلو تقريبا انما القطر الكهربي الخفيف احنا بنخدم من مدينه لمدينه فالمسافه بتوصل 5 8 كيلو القطر على ما ياخد سرعته ويطلع ويمشي ويجري ويرجع يلاقي نفسه في المحطه يرجع يقف ثاني كده احنا 68 رجع هدى ثاني رجع هدى ثاني عشان احنا 73 عشان احنا طالعين على كوبري ايوه كده فلازم يهدي سرعته عشان يعني فنيا الامر جائز لا احنا شغالين باقصى ظروف تمام ينفع نعملها عشان نخدم المواطن حد عنده مشكله هنا حد عنده مشكله يا ريت لو حد عنده حضراتكم اي مشكله في اي مشكله هنا نحاول نوجهها ونحلها في اسرع وقت طيب احنا الهيئه القوميه للانفاق دايما فكرة. عندها سعي نتقدم اعلى جوده للمواطن المصري عشان كده اغلب المواطنين المصريين عندهم ثقه في مشروعات الهيئه يعني الناس لو قدامها ان هي تاخد عربيتها الخاصه في مشكله في الكرسي تمام طب ايه المشكله هو بس عشان دوام الخدمه تبقى ممتازه ايوه واخد بالك الكراسي طبعا مش زي مثلا اوقات احنا مسافرين لمده ساعتين ثلاثه احنا موظفين بنقعد مثلا في المترو ساعه او 50 دقيقه بالظبط 50 دقيقه وبعدين ننزل واخد بالك حضرتك بتشتغل في اي وزاره التامينات التامينات الاجتماعيه ف يعني بصراحه ما شاء الله خدمه ممتازه هو بس الوقت بتاعه لو يقل شويه التقاطع يزيد شويه ان شاء الله باذن الله شويه عشان احنا نلحق بس شغلنا باذن الله 50 دقيقه برضه بتبقى زياده شويه مع طبعا بيبقى فيه مواصلات قبليها ومواصلات بعديها حلو فبتاخد معانا وقت شويه حلو مع زياده الكثافات ان شاء الله باذن الله هنقلل الهيدوي ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله باذن الله عمار يا بلد القطر ماشي واسماء كانت سايقه القطر حاجه كده يعني عظمه ومبسوطين قوي انه البنات والسيدات اولا اسماء اللي نبارك لها على الجواز لسه متجوزه صح يا اسماء الف مبروك اسماء جابر كمان يعني من حسن الطالع يعني زي بنتنا يعني فعلى راسنا من فوق سائقه القطار وحضراتكم شايفين طبعا الصوره قدامكم وازاي انه هذه البنت الجميله قادره انها تقود القطار من محطه المستشار عدلي منصور لحد محطه الفنون والثقافه انا مبسوط ان انت سقت بين القطر وانا مبسوطه بجد والله شكرا بالك قد ايه بقالي سنتين خريجه ايه اصلا كليه تكنولوجيا وتعليم جامعه حلوان كان في تصورك ان انت تسوقي قطر او تسوقي مترو او يعني كنت تصورك ان الحاجات دي ممكن لا هو ما كانش في تصور الحقيقه لان ما كنتش اعرف اصلا ان هم محتاجين قيادات قطار فاول ما شفت الاعلان ان شركه ار اي تي بي ده محتاجه بنات تسوق قطر وكده فانا قدمت على طول والحمد لله ربنا كرمني يعني من غير واسطه ولا بتاع لا مفيش كلام من غير واسطه صح لا مفيش كلام من غير واسطه بتخش بيعملوا لك اختبار وهو لاخره اختبارات صعبه جدا اللي يعديها بقى هو اللي مؤهل فعلا انه يبقى قائد قطار لو في بنت عايزه تبقى قائد قطار تعمل ايه اول حاجه هي لما تشوف الاعلان الخاص بشركه ار اي تي بي ان هي محتاجه قيادات قطار هتقدم على الاعلان بعد كده هيبقى هتتصلوا بيها على رقمها اللي هتسجله في السي في طبعا ان هم محتاجينها يوم كذا بنتيجه تعمل انترفيو تمام هتروح تعمل الاختبارات الخاصه بيها كلها وبعد كده ان شاء الله ايه نوعيه الاختبارات يعني اول حاجه بيعملها الانترفيو بتاعها بيكون في جزء تكنيكال غير الجزء ان هي بتعرف نفسها وكده وفي جزء بيختبروا فيها الانجليش بتاعها وبعد كده تاخد اختبار اي كيو بتكون نسبه الانجليزي ايه كويسه لازم تكون الانجليزي بتاعها كويس يعني ان الانجليزي لازم يكون تمام
مش اللي هو ممتاز قوي، ممكن نقوله جيد جدا يعني. يعني بتعرف تقرا على الاقل او بتعرف تكتب؟ اه تعرف تقرا او تاخد وتكتب. بالها من زي حالاتي كده يعني. وكمان اختبار الاي كيو، وبعد كده اختبار الذهني طبعا اللي هو وسرعه البديهه وردود الافعال. ايوه سرعه البديهه دي مهمه قوي. ده كلها اللي بيعدي بقى في الاختبارات دي كلها، هم متقسمين لثلاث اختبارات. أيوة. عدوهم خلاص ربنا بقى بيكرمها، تقوم داخله فتره التريننج 4 شهور. لو جابوا لك وظيفه فيها فلوس كتير قوي وقالوا لك بلاش سواقه القطر دي، بالامانه يعني على حسب. هو اول حاجه حسب. اول حاجه عشان ابقى صراحه مع حضرتك، كلنا بنشتغل عشان الفلوس دي اول حاجه. حلو. كله بيشتغل عشان الفلوس. نبي انت واقعيه. جدا جدا والله. بس انا قاعده القطار انا حبيتها جدا، حبيتها يعني. كفايه بس ان انا لما بنزل الركاب الاقي واحد جاي يخبط لي او واحد على باب الكابينه ويشكرني وبيقول لي ويدعي لي ويقول انا مبسوط بيك جدا. الدنيا دي والله دي كبيره قوي بالنسبه لي يعني. هو بتاع ايه هو يخبط لك على الباب ويقول لي طب هات لي 100 جنيه؟ لا مبسوطه ان انا قاعده قطار. لا طبعا مش جميل والله العظيم. قاعده قطار جميله. انا شفت حضرتك من ورا الازاز يعني، دي حاجه محترمه قوي يعني. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. طيب احنا لما دخلت المحطه استرعى انتباهي حاجتين، انه في شباك تذاكر اهو، ممكن برضو الشباب يجيبوه شباك التذاكر اهو، في شباك هنا اهو، وفي مكتب مكتوب مكتب التذاكر. تمام. طيب ايه اللي فارق مكتب التذاكر عن ده؟ ايه اللي فارق يعني؟ في وجهه نظر انه مكتب التذاكر بيكون اكيد طبعا في وجهه نظر يعني. مثلا هتشرب بحضرتك الاول. نعمان سعيد كاستمر سيرفيس. اهلا بيك يا استاذ. اهلا استاذ. دلوقتي الشباك التذاكر بيبقى عليه زحمه؟ اكيد طبعا. فالمواطن بيجي هنا بنوجهه، احنا في وقت الذروه مثلا بيبقى في زحمه على الشباك ده وعلى الشباك ده. فاحنا بنوجه العملاء يجوا على ماكينه بيع التذاكر، استخدامها بسيط جدا. ممكن نطلع تذكره؟ طبعا ممكن. على حسب العميل هو عايز يروح فين مثلا. بنضغط هنا بنشوف العميل لو عايز يحدد وجهته، جميع المحطات بتاعه اللاين موجوده على هو عايز يروح انهي محطه. الماب هنا موجوده موجوده. مثلا عارف سعر التيكت بتاعته ايه؟ أيوة. اوريدي عسل مثلا فينا 10 15 20. اوريدي مثلا هو مثلا يعني مثلا هنا احنا هنا في مدينه الفنون والثقافه مثلا، هو عايز مثلا يروح الروبيك مفيش مشكله، هنخليها مثلا مطار العاصمه، نخليها مطار العاصمه. هيضغط هنا مطار العاصمه. ظهر هنا نور اللي هو مثلا يدخل الفلوس. يدخل الفلوس هنا. ايوه مفيش اي مشكله، التيكت هيطلع من هنا خلاص اهو بكل بساطه. ايوه ده طلعته ماشي. اي والله ده طلعته ماشي يعني كده يطلع من هنا دي. يطلع من هنا التيكت عادي. بنضطر احنا نوجهه على الاي جي امات هنا وبيطلع يركب القطر. اتفضل كده حضرتك معايا كده خلاص المسؤوليه انتهت. كده خلاص المسؤوليه انتهت. بيمشي بقى. اتفضل حضرتك هنا. اتفضل على الاي جي امات. معانا يا شباب اتفضلوا والله لا تيجوا تعال. بكل بساطه خالص ده زي نظام تاتش كده وسكرين. بتحط التيكت هنا كده. ايوه اتفضل. بتفضل يعدي من هنا كده. انا عديت صح؟ تمام كده انا في الامام بقى. كده انت في الامام. هاخد التذكره واركب. هتاخد التذكره وانزل المحطه بتاعتك. هتتوجه على المحطه بتاعتك. كاني بالظبط طلعت التذكره. خدتها من مكتب التذاكر هناك. ده عشان تخفيف طبعا عشان تخفيف الزحام وعشان خاطر طبعا بيحصل فيه تكدس رهيب. في بعض المواطنين كانوا بيتكلموا على مساله الزحام وانه في زحام على الشبابيك وكده، فده برضو جزء من وعلى فكره جزء حضاري قوي. طيب انا كان عندي مشكله خاصه ب ذوي الاحتياجات الخاصة، وعندي برضو تفسير أو سؤال لإزاي إحنا بنفكر نعمل تطور جديد للقطر. الحقيقة قالوا لي في حاجة عظيمة جدا ممكن تتعمل. أستاذ محمد خزام اتفضل. أستاذ محمد اتفضل. مرحبا حضرتك. ازيك يا فندم؟ الله يخليك. ازي حضرتك؟ في العاصمة الإدارية في الله يخليك. تذكرتك أنت بقى عشان أنت ال 10 جنيه من جيبك أنت. الراجل دفع 10 جنيه من جيبه. اهلا بيك يا باشمهندس. منور حضرتك. ربنا يخليك. حضرتك مسؤول ايه في الشركه هنا؟ انا في الهيئه القوميه لانفاق وزاره النقل. انا مدير المحطه هنا بالجزء الاستثماري اللي بتنفذه الوزاره بجانب المحطه. تمام. قالوا لي ان في حاجه جديده جايه حلوه. ايه اللي جاي؟ موضوع ذوي الهمم اللي سيادتك لسه طرحه دلوقتي. هو مشروعي ده نموذج من اللي هو ده يا فندم. ده شيء منهم. انا هقول لسيادتك ذوي الهمم عندنا احنا بنعمل كلاسيفيكيشن للي عنده اي مشكله عضويه.
وبنقسمه. أول حاجة اللي عنده مشكلة بصرية بيتم مراعته إن إحنا بنعمل حاجة اسمها التكتايلز أو البلاطات البارزة. اللي هي دي موجودة على الرصيف قدام باب القطر. موجودة على الرصيف قدام باب القطر. بتبدأ من قدام باب القطر والمسار ده بيقود اللي عنده مشكلة بصرية لغاية البوابة ولغاية الأسانسير وبوابة الخروج من المحطة. دي أول نقطة، يبقى أنا كده أقدر أخلي اللي عنده مشكلة بصرية يوصل يخرج من المحطة. تاني نقطة، من عند خروج المحطة في طبعا رام يخلي الكرسي المتحرك يقدر يخرجه. دون الجزء التاني لو عنده مشكلة حركية، طبعا في أسانسيرات وفي إسكليتور كهرباء يخليه ما يمشيش على رجله. أنا بقول الموضوع ده لو أي حد من ذوي الهمم أو ذوي الاحتياجات أو إخواتنا وحبايبنا عنده أي مشكلة ومش مقتنع بكلام لا يعني تحت أمرك، مش مقتنع بكلام المهندس محمد خزام، يعني على طول على الصفحة بتاعت البرنامج يبعت يقول لنا لا الكلام ده مش صحيح. بس طبعا المهندس محمد خزام الحقيقة احنا كنت بكلمه قبل ما نسجل وهو حريص ان هو يوضح هذا الامر. اكيد يا فندم. ما بعد بقى الجاي؟ قالوا لي ان انتوا في محطة جاية كده فيها، قالوا لي هرم رابع، هل ده صحيح؟ احنا والله بنعتبر ان كل محطة بنعملها فعلا هرم رابع. يعني احنا كان يعني اسمح لي استهل في الجزء ده اللي هو المشروعات المستقبليه يعني او الامتدادات. كان في دراسه جميله جدا معموله في جامعه عين شمس في كليه سياحه وفنادق. حلو. كانوا بيقولوا ان وسائل النقل هي اهم ركيزه في تطور الاقتصاد في الدول. كويس. في دول العالم. كويس. دي نقطه. والنقطه الثانيه هما بيتكلموا على الجزء اللي يخصهم ان دور وسائل النقل في جذب السياح وتسهيلهم وتسهيل وجودهم وان يخليه يكرر الزياره مره ثانيه. كويس. فاحنا بنفخر بجد باي مشروع واي محطه بنعمله. سؤال هساله لك ممكن حد برضه، هو الحاجات دي كلها معموله عشان الاعصاب الاداريه بس؟ لا طبعا. ايوه كده. ايوه طبعا. انا لسه قايل لحضرتك. أيوة. دلوقتي ان ربط العاشر من رمضان بال ار تي هيربط معانا محافظه الشرقيه. ايوه. والمنصوره. ايوه. والمنصوره. المنصوره طبعا. ازاي انا من المنصوره هروح ازاي؟ اقول لحضرتك. أيوة. احنا عندنا دلوقتي في يا عبد العليم مبسوط انت بالمنصوره دي؟ احنا عندنا دلوقتي محطه المنصوره، محافظه المنصوره في هي ميت غمر دي جنب الشرقيه ومربوطه بالشرقيه بقطر سكه حديد. أيوة. اسمه خط الشرق. ممتاز. تمام يا فندم. انا لما هوصل لمحطه العاشر وفي قطر سكه حديد جاي بعد كده هياخد من ال ار تي تبادلي شغالين فيه. شغالين فيه. ايوه. تبع السكه الحديد دوان. أيوة. هيجي تبادلي يربط مع ال ار تي يوصل لبلبيس. يعني انا ربطت خط الشرق. يعني انا القاهره ممكن استغنى عن العربيات. خلاص الشحطاطه بتاعه العربيات. خلاص يا فندم. ولا مش خلاص، ده رزق. بس انا ممكن انا ماليش رغبه اروح العبود واركب ميكروباص. ممكن انا اركب القطار الخفيف ده من عدلي منصور، مش كده؟ تمام يا فندم. صح كده. يركب معانا العاشر من رمضان. العاشر من رمضان دي خلصانه. وانزل اخد القطر اللي بيودي بالبيس. اللي هيودي بالبيس وبيربط على خط الشرق اللي هو جاي من بالبيس واليوبيه وشرقيه ورايح منصوره، ومن هناك من الزازيق ممكن تغير كمان اسكندريه. شرف. وانا بكلمكم الركاب نازلين مشرفين، يعني انا بكلمكم المساله ماشيه يعني. وفي هنا لو في هنا تكدس بيكوا هنا والدنيا ماشيه كويس يعني. انا اسمي جابر القرموطي. ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ انا بس كنت بعمل حاجه عن اللي عندهم اي مشكله حركيه او اي مشكله جسديه بالنسبه للمترو او بالنسبه للقطار الخفيف. تمام. عندك مشكله؟ هو بالنسبه لاهتمام لذوق الاعاقه بصراحه هو فيه اهتمام كبير جدا جدا جدا. ايوه. لدرجه ان هم ما بيجي يشوفوا مثلا بيبلغوا وبيستقبلوا الكلام ده كله، ودي حاجه ممتازه جدا بصراحه مش موجوده في اي مكان تاني. طلعت كويس يا استاذ. لا بصراحه 100%. لكن بعد العيوب الموجوده في القطر نفسه المفروض احنا يبقى لنا تخفيض في الاشتراكات بتاعتنا، دي حاجه اساسيه. مهم. وكان قايل عليها الوزير كمال الوزير. كلم رئيس الشركه. احنا مثلا يعني احنا جمال الموضوع. تمام. ان انت جاي اهو رئيس الشركه. Hello. So good morning. We have proposed already a full fare range to the Ministry of Transport with some discount for students, for people of disabilities, for large companies that want to replace their transportation with subscriptions. So we have made a proposal and it's understudied by the authorities now. Stuff. قدمنا المقترح. قدمنا المقترح لوزارة النقل للتخفيضات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وللشركات وكمان للطلاب، ونحن الآن في الدراسة وإن شاء الله في أقرب وقت هيبقى ده موجود.
واحنا حتى يعني هو نداء خالص للوزير الهمام السيد كامل الوزير. هو في برنامج لا هو بيتكلم كتير عليكم الحقيقه ومهتم بالموضوع. اكون شاكر جدا يعني بصراحه. يعني من الوزراء اللي ما الحقيقه لا يكل ولا يمل ودايما كل يوم جديد عنده، فانا متاكد ان الموضوع مش هيفوت. هنا محطة الفنون والثقافة، احنا ركبنا من المستشار عدلي منصور وجينا محطة الفنون والثقافة. لازم اشكر كل الناس وخاصة المسؤولين في الشركة اللي هي RATP، صح كده؟ RATP. الاساتذة كان ممكن او المهندسين كان ممكن واحد او اتنين يبقوا موجودين معانا ويقوموا بالواجب، لكن الحقيقة السيد رئيس الشركة والمسؤولين في الهيئة والهيئة القومية للأنفاق، صح كده؟ أنا كنت بقول الهيئة القومية للمترو، قال لك لا في عندك الهيئة القومية للأنفاق. فكل المسميات بتبقى في إطارها الصحيح عشان نقدر نوصل لحضراتكم رسالة بطبيعتها. احنا كده 19 زميل وزميلة. اسم حضرتك؟ هدير. عمر. محمد. يحيى. عمر. نعمان سعيد. انت استاذ نعمان اللي كنت معانا على التذاكر. اسامه. محمد صالح. ميز. مصطفى جلال. فليمون. منين يا فليمون؟ محمد خزام. عزة عفيف. مهندس احمد عبد الستار. محمد عبد. طيب انتهينا بلطيفه وده شيء لطيف. انتهينا بلطيفه وبدانا بهديل. فاحنا معانا ثلاث سيدات او ثلاث بنات، فهم عملوا كماشه كده على الرجاله كلهم وده لطيفه نهت انا بشكركم جدا، بشكر حضرتك انت تعبناكي معلش معانا وانت معانا من اول الرحله. فليمون انا بشكرك شكر جزيل. شكرا على تعبك. اولويز ويلكم. عايزك النهارده تاكل فول. يا كوشاري نيكست تيوزداي. انا بشكركم شكر جزيل. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا جزيلا. مع السلامه. مع السلامه. خرجنا في محطة الفنون والثقافة وخرجنا كده من المحطة. المفروض أول ما خرجنا لقينا على فكرة الفنون والثقافة هي في العاصمة الإدارية، جوه العاصمة الإدارية، لأنه المنظر العام الحقيقة يعني في مبنى هناك هو شكله محترم قوي وشكله تحس كده أنه أثري رغم أنه لسه مبني يعني، بس وطبعا الأماكن قدامنا كلها الحقيقة المباني بتاعت العاصمة الإدارية محترمة قوي، في حاجة كده، فيها حاجة حلوة زي ما بيقول. خرجنا من محطة الفنون والثقافة ومتجهين دلوقتي للبساط. أي راكب للقطر الخفيف اللي هو ال ار تي يركب البساط دي. أي راكب. طيب هل هيركب البساط دي بفلوس؟ لا، هنا هيركب البساط دي مجاني. البساط دي موجودة مجاني زي ما قالوا لي كده في شهر لحد الساعة 9:30 تقريبا أو حاجة كده. طيب أنا في وزارة المالية أو في وزارة الكهرباء أو في وزارة التأمينات الاجتماعية أو في هيئة من الهيئات، عايز أروح الهيئة بتاعتي دي أعمل إيه؟ خلينا الأول أرحب بالأستاذ عزت مختار مسؤول الحركة في العاصمة الإدارية، صح كده؟ أهلا وسهلا. مسؤول التشغيل. مسؤول التشغيل في العاصمة الإدارية. ناس كلها كده زي الفل وعندها بشاشة كده وعارفة إنها بتقدم خدمة للمواطن
يجب ان المواطن ياخد باله منها. كده احنا خرجنا من محطة الفنون والثقافة. دي محطة القطار الارتي بتيجي من عدلي منصور. الاخوة الموظفين والركاب بيجوا بيوصلوا هنا. اي راكب يا فندم، اي حد، اي مواطن، اي انسان يطلع من من المحطة، باصات بتاعتنا جاهزة. بتخدم من 7 صباحا ل7 مساء. وعندي تشغيل مسائي بيبدا من 7 مساء ل9 وبيمتد للساعة 10 مساء. الباصات متوفرة كل 5 دقائق. عندي باصات غاز وباصات كهرباء كويس. بتخدم برضو في نفس المنطقة. ده غاز. طب انا عايز اروح وزارة الصحة، بس هو مكتوب عليه الصحي، ما دام راح وزارة الصحة. طيب بخصوص النقطة دي بقى، كل باص عليه لوحتين مسار، لوحة امامية ولوحة جانبية. اللي هي الجانبية زي الله ينور على حضرتك موجودة اهوت. انا عايز اروح مجلس الوزراء اشوف الاول اللوحة الاسترشادية دي مكتوبة فيها ده مجلس الوزراء، يبقى اركبها واروح مجلس الوزراء. عايز اروح الضرايب، عايز اروح الجمارك، هتلاقي عايز اروح الماليه، هتلاقوا الاوتوبيس مكتوب عليه الاسم او اسم المكان اللي انت رايحه. كل كام يا فندم بيجي؟ كل 5 دقائق. كل 5 دقائق بيجي اوتوبيس. اي حد بينزل من ال ان ار تي يلاقي الباص جاهز. الباص احنا دعمنا الاسطول ب 30 باص كهرباء. حلو. وفيهم نفس الاوبشن اللي موجود في الاوتوبيس الغاز. ممتاز. تمام. ممتاز. عندي انترنت وعندي ميكروفون داخلي وعندي كاميرا. وهنا اللي انا شايفه انه مفيش راكب واقف. بيحصل كده يعني حاليا لان وقت الذروه عدى. وقت الذروه بيبدا عندي تقريبا من 8:30 ل 9 وربع. وساعات بيمتد شويه. هنا مؤقت. وهنا هتبقى محطه فرعيه، مش هتبقى محطه رئيسيه. هنبدا ننطلق من صحيح المحطة الرئيسية اللي هي محطة الحافلات المركزية. وهنا هتبقى محطة فرعية. هنيجي ناخد الركاب ممتاز. نخش على خط السير. لكن انا لأكد عليه تاني انه كل 5 دقايق بيجي باص. كل 5 دقايق بيجي باص. وعندنا ادي الغاز وادي الكهرباء. وكل واحد عايز يروح اي مكان هلاقي استرشاد على خط السير يا فندم. السير موجود على اللوحة الامامية. تمام. واللوحة الجانبية. بالتفصيل. 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 يعني هنركب الباص اللي هو المفروض بيتعامل بالكهرباء ونشوف الدنيا. احنا طلعنا من محطة القطار الكهربائي الخفيف اللي هي الـ LRT ورايحين نركب باص كهربائي او بيشتغل بالكهرباء من محطة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية عشان يوصلنا للمنطقة اللي احنا عايزينها كأي مواطن وبالمجان. وبالمجان. احنا في حاجه حلوه لازم نقول لحضراتكم عليها، فتعالوا نشوف الحاجه الحلوه دي. بشكرك يا باشمهندس. بشكرك يا باشمهندس. اتفضل يا فندم. اتفضل. ازيك يا عم مروان؟ الحمد لله. انا اللي فتحت لك الباب. انت حصل وزاره الصحه. حصل حصل. السواق ما كانش قادر يركبك. لا لا. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت منين؟ انا من اسكندريه. جاي من اسكندريه النهارده؟ من اسكندريه. ايوه النهارده. طيب ده حلو قوي. انت جيت من اسكندريه، ركبت من هناك الساعه كام وجيت هنا الساعه كام؟ يعني اتحرك مثلا الساعه 5 بعد صلاه الفجر كده. جبت مترو الانفاق بقى لما جيت القاهره؟ ركبت لحد عدلي منصور؟ لا انا ركبت مواصله من رمسيس لحد هنا. لحد هنا. لحد العاصمه الاداريه. لحد العاصمه الثقافه والفنون. تمام. دي تاني مره طبعا اجي. والله. وطبعا مرتين استخدم الباص ده الاوتوبيس ده. طبعا يعتبر هو الوسيله يعني الرئيسيه هنا في التحرك في الحي الحكومي، لان انا مرتين زرت الحي الحكومي. حاجه كويسه جدا يعني بصراحه. و مبسوط يعني؟ الحمد لله. انت جاي تقدم مصلحه؟ اكيد اكيد. زوجتي والله. ده انت جاي فسحه بقى يا هانم. هو فسحك بقى الاستاذ مروان كده فسحك اهو. جاي اشوف الجديد. ما جيتش القاهره من 10 سنين فجاي اشوف الجديد. يعني انتوا فسحه يعني ولا بتعملوا؟ لا احنا جايين نخلص ورق. طب هيعزمك عليه النهارده استاذ مروان؟ مش عارف بقى. انا استاذ مروان ان شاء الله. انا بسالك يا استاذ مروان. لو ان شاء الله الورق خلص بعد ما تخلص العاصمه الاداريه يا استاذ مروان. بس ما تاكلش سمك عشان اسكندريه فيها السمك. لا لا احنا بنطلب كل حمام. كشري. كشري مصري. وفر لك يا ريس. كشري مصري. توصلوا بالسلامه ان شاء الله. ليك اي ملاحظه على
لا هو ما شاء الله يعني خدمه ممتازه واتوبيس مستوى عالي ومكيف ومجانيه فكل مميزات يعني. خلوكم لبعض كده ويبارك لكم دايما كده وتفرحوا كده بحياتكم باذن الله. اتشرف بحضرتك يا فندم. اسمي عزيزه. عزيزه حضرتك بتشتغلي هنا في العاصمه انت؟ في وزاره العدل. وزاره العدل. الدنيا عامله ايه هنا النهارده؟ لا زي الفل والله. كله تمام؟ لا زي الفل. حضرتك ساكنه فين اصلا؟ انا ساكنه في المعادي على الطريق الدائري. طب لما بتيجي هنا بقى بتركبي اي مواصله؟ مشتركه في باص وبنيجي كل يوم. بتركبي حضرتك الباص ده و لا الباص اللي بنركبه من هناك من السكن بينزلني عند الوزاره. عند الوزاره. عند الوزاره. يعني ما بتجيش هنا عند انما لو في مشوار داخلي رايحه بنك رايحه حاجه بركب هنا. بتركبي بس بصراحه الخدمه زي الفل. كويسه جدا بصراحه. طب ليك اي ملاحظه؟ لا والله بصراحه لا يعني انا مبسوطه كمان ان انا جيت اشتغلت هنا مستوى عالي الخدمه هي المساله مختلفه كتير عن جدا عن جدا البيتاني. وشكلها حضاري قوي جدا والوزارات جنب بعضها واللي جاي يقدي خدمه ممكن يروح احنا كنا عشان يروح وزاره الاسكان طبعا يروح. كان يروح دلوقتي يقدر يدخل كذا وزاره مصلحه. انا كنت عشان اروح وزاره الصحه مثلا وبعدين اروح وزاره الري. وزاره الري دي فين؟ في الوراق. وزاره الصحه في وسط البلد. ايوه مسافات بعيده عشان اتحرك. لا بصراحه كل هنا الوزارات جنب بعضيها جدا جدا يعني سهلت على الناس حاجات كتير جدا بصراحه. ربنا يوصل حضرتك بالسلامه ويبارك لك في اسرتك وفي شغلك ودايما بخير ان شاء الله. اللهم امين. شكرا جدا. شكرا. عندي بس حاجتين كنت عايز اقولهم على الاتوبيس. ان في كاميرا عند السواق من الامام بترصد كل حركة داخل الأتوبيس. كل حركة. واحد بقى كده حد عايز يسرق حد عايز يعمل لا مفيش الكلام ده. هنا الانضباط كما ينبغي أن يكون. وفي حاجة خاصة في الباب اللي ورا ده صح كده يا فندم؟ تعالى ورايا يا كبير تعالى. تعالى. ده ده الكرسي ده بقى خاص بإيه؟ اللي هو ده؟ اتفضل. انا بتكلم على ذوي الاحتياجات الخاصه ده مهم قوي. ده بيطلع من هنا كده. بيطلع على الرصيف. بيطلع على الرصيف. تمام. بيطلع على الرصيف. ويطلع ويمسك هنا. ثبت الكرسي هنا بالحزام. ثبت الكرسي بالحزام. اسف. يقعد هو بيبعد على الكرسي بتاعه. فهمت. بيبعد وده ظهره هنا. هو المسؤول عن تثبيت السواق يعني شهاب المسؤول عنه. حلو قوي يا جدعان. شكرا. كتر خيركم يا فندم. كتر خيركم. ربنا يبارك فيكم. ربنا يبارك فيكم. طيب احنا قطار الكهرباء الخفيف وبعدين سيبناه رحنا للأتوبيس الكهربائي برضو الخفيف وبعدين سيبناه وبعدين جينا للتاكسي الكهربائي اللي موجود او تاكسي العاصمة الكهربائي اللي موجود قدام حضراتكم. بس الفكرة في ايه؟ انه احنا يعني في مرحلة تطور مهمة جدا. لما كنا ركبنا الباص او الاتوبيس حضراتكم برضو خدت بعض المعلومات اللي الحقيقة هي كانت بعيدة عني وصلناها لحضراتكم بمنتهى البساطة. احنا هنا في التاكسي يعني المهندس الاستشاري سليمان ابراهيم المسؤول عن تشغيل تاكسي العاصمة الحقيقة وانا بتكلم معاه قبل التسجيل عنده معلومات الحقيقة كبيرة جدا عن فكرة مش فكرة التاكسي بقى فكرة التاكسيات فكرة العربيات ومستقبلها 2050 هتبقى ازاي والمفروض العالم هيبقى ماشي ازاي. يعني الحقيقة نسبة التركيز عند المهندس سليمان ابراهيم عالية جدا يعني فبشكره على المعلومات. انا بشكر حضرتك الاول على المعلومات اللي حضرتك قلتها لي قبل التسجيل. شكرا. يعني ده اكيد ان احنا في مرحلة متقدمة وطالبين تقدم اكبر ان شاء الله بالنسبة. ان شاء الله. طيب التاكسي بقى اخباره ايه بالنسبه لنا هنا؟ طب نبدا الاول احنا بنرحب بحضراتكم في العاصمه الاداريه الجديده وتحيه طيبه للساده المشاهدين. احنا بصدد منظومه تاكسي العاصمه
المنظومة دي منظومة ذكية للنقل ذكي اللي بتوليها الدولة اهتمام شديد، واللي على ضوءها بتبنى الخطط الاقتصادية اللي هي في الآخر بتصب في خدمة المواطن. سيادتك يا فندم، احنا هنشتغل، بدأنا تشغيل تجريبي، ودشن موضوع التشغيل التجريبي معالي دولة سيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الفريق السيد وزير النقل، وفي حضور المهندس حسن الليسي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للنقل البري. بدأنا التشغيل التجريبي منذ عدة أيام بعدد 10 تاكسي، وإن شاء الله بإذن الله تباعا هنكمل ب 145 تاكسي لخدمة العاصمة الإدارية بعد كده، وخدمة شرق القاهرة ومدينة بدر ومدينة الشروق والتجمع. تاكسي كهربائي. أنا بطلبه في مقابل خدمة. تمام يا فندم. تمام. التاكسي موقعه هنا في العاصمة. تمام فندم. إيه مميزات التاكسي الكهربائي؟ التاكسي الكهربائي اللي إحنا بنصدده اخترناه على أسس علمية. التاكسي أولاً موفر جداً جداً كعربية كهرباء، موفر جداً في الطاقة. في غير كده كمان غير ملوث للبيئة، لأنه هو بيشتغل بالطاقة الكهرومغناطيسية من خلال الطاقة الكامنة في البطارية، بطارية التاكسي اللي هي قدرتها 66 كيلو وات بير أور. القدرة دي بتحرك التاكسي مسافة من 460 ل 520 كيلو، لو 460 ل 520 طبقا للتحميل عليه. يعني لو التحميل كبير هتبقى 460، لو التحميل قليل هتبقى 520. العربية طبعا وبحركة ما بينتجش عنها اي تلوث، لان الات الاحتراق الداخلي في الاوتوبيسات او في السيارات بينتج عنها كمية كبيرة من الملوثات اللي بتؤدي الى تلوث البيئة، وخصوصا هنا الرؤية الاستراتيجية للعاصمة الادارية انها تكون صديقة للبيئة وبيئة خضراء مستدامة، وده خطط الدولة في الفترة اللي جاية، وهتعم على مستوى الدولة ان شاء الله باذن الله. اللي عايز حضرتك توضحه للمشاهد بالنسبه للتاكسي الكهربائي في العاصمه، او تاكسي العاصمه الكهربائي. التاكسي طبعا احنا هنا راعينا ان احنا اول ما استلمناه بدانا نجهزه التجهيزات طبقا لدراسه علميه، ان احنا جهزنا داخل التاكسي بمنظومه كاميرات بتراقب من خلال غرفه التحكم اللي موجوده في مقر الاتحاد العربي في وزاره النقل، ودي لامان الراكب اولا واخيرا. ثانيا التاكسي مجهز بمنظومه جي بي اس للمراقبه الخارجيه، تحديد المسارات بتاعته، ومراقب طبعا برضو من خلال غرفه التحكم لمعرفه تحركاته والتزامه بالاوردر اللي طلبه الطالب، اللي هو الريكوست اللي طلبه الراكب. طب ليه سؤال في الحتة دي؟ اتفضل يا فندم. هل ده معناه انه في شركات نقل قطاع خاص شغالة جوه البلد، هل ده يغني عن الشركات؟ اطلاقا يا فندم اطلاقا، دول شركاء النجاح. القطاع الخاص شركاء النجاح ويانا، القطاع الخاص هو اللي بيكمل مع القطاع الحكومي او القطاع العام. هم اللي بيكملوا منظومة النجاح. ممكن نوفق اوضحهم يعني لو في حاجة بعض العيوب ظهرت او كلام ده نوفقها، بحيث انهم احنا بالعكس احنا، وزي ما بقول لحضرتك احنا رئاسة الوزراء مهتمة جدا جدا بتذليل كل المصاعب. الكلام اللي بيقوله المهندس سليمان إبراهيم مهندس الاستشاري الحقيقة ده في منتهى الأهمية، وأنا يعني متشكر ليه جدا، وهو بيتكلم هنا باسم إن هو المسؤول عن تشغيل تاكسي العاصمة. الناس ممكن تفكر إنه تاكسي العاصمة ده اشتغل يا نهار أبيض كده بقى الشركات بتاعة النقل وبتاعة العربيات التاكسي اللي في البلد خلاص هتتركن وبتاع. فكويس إن حضرتك قلت، أنا بشكر حضرتك عليها جدا. طب نركب بقى التاكسي ونشوف الدنيا إيه؟ اتفضل يا فندم. اتفضل. كده انا حبيت اخد دي حاجه لوحديها كده، التاكسي ادي التاكسي العاصمه الجديد
ادي اتفضل يا فندم مهندس سليمان يقول لي ادي كاميرا هنا ست كاميرات العربيه سيادتك مجهزه بست كاميرات دي كاميرا في اثنين امامي واحده هنا اثنين امامي واحده وفي واحده هنا كمان واحده فوق وفي اثنين في المرايات واثنين خلفيه بلس يبقى دي واحده اثنين ثلاثه اربعه واثنين خلفيه يبقى سته بلس الكاميرا اللي انا مركبها الداخليه والاثنين الخلفيه دي فين يا فندم؟ ياه لا صعبه قوي دي سيادتك الكاميرا يعني بانوراما مراقبه بانوراما واخبار حركه تاكسي انتوا واخدين بالكم ان في تاكسي بست كاميرات حاجه يعني امان الامان 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 شاكرين جدا الله يخليك شكرا جزيلا شكرا احنا في تقرير العاصمة الإدارية الناس تعبت جدا وفي عز الحر وموجودين هنا من الساعة تقريبا الساعة 8 جينا العاصمة الإدارية وفي الساعة 7 هناك التقينا أو 6:30 التقينا في المحطة بتاعت عدل منصور عشان نركب القطر بتاع الكهرباء خلينا بناخد بقى من أول اليمين كده كل واحد بس يقول لي اسمه محمد عطية ها مصطفى ازيك يا حسام عامل ايه فريق قام أخباره ايه نموري شغل سينما ده حسن عواد اخبار محمد عواد ايه محمود زكريا المنوفيه لا من هنا محمد فاروق عبد العليم ابراهيم احمد سيد مين احمد سيد صديق البرنامج مصطفى حموده رامز مجدي ستيفن سمير بص ستيفن ده عنده تناكه ستيفن سمير بس عادي علشان يجي يتصور ستيفن انا بشكرك والله شكر جزيل 2 4 6 8 10 12 14 14 راجل والله كانوا معنا النهارده لهم منا كل التقدير والاحترام بشكرهم شكر جزيل صباح الخير الحقيقة هو يوم مجهد جدا بكل المقاييس بس إجهاده في أنه نطلع لحضراتكم بمعلومة متكاملة ولذلك احنا ما دخلناش في تفصيلات أخرى يعني احنا في العاصمة الإدارية في تفصيلات كتيرة أو ممكن تتقال يعني هنا المونوريل موجود على شمالنا وعندنا الخط بتاع المترو وعندنا رايحين دلوقتي تاني واحنا راجعين هنركب نفس ما جينا هنركب الأوتوبيس الكهربائي وبعدين يوصلنا لمحطة الفنون والثقافة نركب القطار الكهربائي الخفيف اللي هو LRT وبعدين بعد كده بقى ننزل محطة عدل منصور وكل واحد يعني الجامع كده يتفرق لكن في الأول والآخر التجربة مثيرة جدا إنه النهاردة يوم الكهرباء حقيقة يوم الكهرباء تاكسي بتاع ده قطر كهرباء سلمنا الاوتوبيس كهربا سلمنا التاكسي كهربا واحنا بكل محبه واحترام وتقدير نقول لحضراتكم يومكم باذن الله كده منور 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 احنا في مرحله متقدمه جدا ومتطوره صحيح مش كل مواطن يحط ايده عليها لكن في نفس الوقت هي موجوده في الاساس عشان الاجيال الجايه تستفيد منها العاصمه الاداريه شغل جبار بيتعمل هنا الحقيقه مش لمس المواطن دلوقتي بالصورة المطلوبة لكن هتلمسوا أجيال جاية بإذن الله في الفترة القادمة ربنا يجعل حياتكم كلها نور وبركة وخير وصحة اشوفكم على خير تصبحوا على خير